نلاحظ شيء واحد، أن أما تناضل من أجل ابنها، وابنها يناضل خلف هذه الجدران من أجل الجزائر. يعني نضال أم عبد الله بن نعم هنا من 7 صباحا أمام المؤسسة العقابية في الهاتف في كذا، دائما تسأل عن حالتي، تريد الاطمئنان على صحتي، تريد سماع صوتي. فأقول أم تناضل من أجل بها وابنها يناضل من أجل الجزائر، كما قال أن نضالنا هو واجب وطني، وحريتنا هو حق لنا وليست مكرمة تمنح لنا. هذه هي مقولة عبد الله بن نعم. صلى الله عز وجل أن يفك أسره وكل من تقاتل. الحاج يقول لنا كلمة، كلمة الحاج. آمين. كلمة. واش تقولي واش تقولي لهذا النظام هذا باش يطلع؟ الله يهدي ما خلق وخلص. ربي معك. ما خلق. ربي معك. والله يجيب الخير، والله يجعل هذه الأمة تقعد مجموعة ربي يطلب أسره هو والمكسورين كاع. لا المظلومين.